بلد. فالمهم تكون معرفته منحرف، يعني المعرفة اللي عنده ما هيش معرفة قيمة قويمة فيها تقييم كالخط المستقيم، يكون عنده شوية أفكار يسارية على افكار بيذنجينيه بتاعت بتنجان، يعني على اي كلام في البتنجان على راي البت ليندا بنت احمد سعد، واخد بالك؟ اي حاجه تجيبه، لما تجيبه تقوم تقول له اي كلام، يقوم يقول لك ده علم وهو جاهل. فكان بيقول لك بقى ايه بقى؟ أول حاجة في التغيير السلمي اللاعنيف ضرب المؤسسة الأمنية، ده أول حاجة، أول حاجة بنضرب بقى. اتنين، الاقتصاد، ضرب الاقتصاد طبعا، بنشوف البتاع دي ان كانت فيها مغناطيس مش عارفين شالوه ولا لسه، الله اعلم. منشوف اهو، انت زعلان يا جندي؟ اوعى تكون زعلان يا جندي. ضرب الاقتصاد، ده انت شبه احمد مصطفى يا جندي، واخد بالك؟ تلاتة، واخد بال سيادتك الايه؟ ضرب، القضاء، اربعة، أربعة يا عايز. طب أنا نسيت يا عايز، وأنت كمان نسيت؟ لا، ده الإعلام هو قبل الاقتصاد، الأول الإعلام وبعدين الأمن، احنا لخبطنا. نسينا واحد، الإعلام ده السيطرة عليه، اتنين ضرب الامن عشان ما ننساش، بس تلاتة ضرب الاقتصاد، اربعة القضاء ضربه، خمسة الجيش. ده بقى آليات أو العناصر الرئيسية لإيه؟ واخد بالك؟ اللي بيقول لك البتاع ده، فكانوا الأول سيطرة على الإعلام، اتنين ضرب الامن، تلاتة ضرب الاقتصاد، اربعة ضرب القضاء، خمسة الجيش، اسقاطهم يعني، ثم اعادة بنائهم. طيب يا جماعة، اعادة البناء ما هي اليات اعادة البناء؟ ما فيش، لم يدرسوا لاحد اليات اعادة البناء، انما قاموا بتدريس الاسقاط. طيب،